نيابة عن جلالة الملك المفدى، حضر اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية الذي عقد بمشاركة دولية واسعة. كما حضر جانبا من الجلسة الافتتاحية عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسؤولين في المملكة وأعضاء المكتب التنفيذي الأعلى للاتحاد وحشد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للفروسية. تم خلاله إصدار عدة قرارات كان أبرزها تزكية البلجيكي دي فوز رئيسا لفترة جديدة مدتها 4 أعوام. هذا ورفع سموه أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله بتكرمه بشمول رعايته الملكية السامية لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية التي تستضيفها البحرين. وأشار اسم الشيخ ناصر بن حمد أن الرعاية الملكية السامية لهذا الحدث الدولي المهم يؤكد حرص واهتمام جلالة الملك المفدى بقطاع الرياضة والشباب على وجه العموم ورياضة الفروسية تحديدا، مبينا أن هذا الاهتمام الملكي يشكل القاعدة الصلبة التي تنطلق من خلالها طموحات وعزائم الشباب البحريني في تمثيل المملكة في أهم المحافل والأحداث الدولية. واعتبر سموه أن إقامة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية في البحرين يأتي تأكيدا للمكانة الكبيرة التي باتت تتمتع بها البحرين على الصعيد الدولي من خلال التواجد الدائم في مختلف الأنشطة والبرامج الدولية، مرحبا بالوقت ذاته بجميع ممثلي الاتحادات المشاركة في هذا المحفل. ونوه سموه إلى أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها رياضة الفروسية وسباقات القدرة، مبينا أهمية مواصلة العمل بقوة من أجل ضمان وصول الفرسان البحرينيين إلى منصات التتويج العالمية وتأكيد الحضور المميز للمملكة التي باتت قطبا رئيسيا في معادلة الفروسية العالمية. هذا وألقى رئيس الاتحاد الدولي للفروسية السيد أنغمار ديفوس كلمة ثمن خلالها استضافة البحرين هذا الحدث وشمولها بالرعاية الملكية السامية، مشيدا بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للجلسة الافتتاحية ما ساهم في إعطاء الزخم والاهتمام المناسب للحدث. جهتي ألقى سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال الجلسة الافتتاحية كلمة أكد فيها الاعتزاز والتقدير على الرعاية الملكية السامية لأعمال الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 وفي إطار تأكيد المكانة البحرينية العالمية ودعم النهوض بقطاع الشباب والرياضة. كما اعتبر سمو الشيخ فيصل بن راشد أن حضور واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد هذه الأهمية باعتبار سموه قائد مسيرة الشباب والرياضة في البحرين وأحد أهم الأبطال الرياضيين الذين حققوا إنجازات كبيرة في الفروسية وسباقات القدرة. الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. شاهد سموه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية والذي انعقد بفندق الخليج بمشاركة دولية واسعة تشمل أكثر من 100 دولة. الحمد لله، طبعا اليوم يوم الجمعية العمومية الاجتماع الرئيسي، احنا طبعا مرت 4 أيام عدة من الاجتماعات، اجتماع المكتب التنفيذي وبعدين اجتماع مجلس إدارة. في الأمس عرضت كل القوانين الجديدة اللي هي راح تنعرض اليوم على التصويت، مثل ما شفتوا اليوم الغالبية كلها تمررت بنجاح. اليوم طبعا كان من أهم المواضيع اللي كانت طبعا حديث الساحة للرياضة الفروسية وخاصة القدرة، التصويت اللي صار قبل شوية على إبقاء القوانين اللي بتكون بتطبق ل 2018 أو القوانين الجديدة في 2019، تم التصويت عليها والحمد لله رب العالمين بالأغلبية. يأتي هذا الاجتماع لتعزيز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد الدولي والتي على ضوئها ينعقد هذا الحدث الدولي المهم في المملكة للمرة الأولى، وهو ما يعكس الحرص على عكس الصورة المشرقة عن مملكة البحرين في تنظيم الأحداث الدولية الكبيرة. بداية نتوجه بالشكر إلى مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير وحصريا هو قطاع الفروسية،
وحقيقة كان التنظيم جدا رائع وحسب ما خطط له من نجاح. طبعا اليوم بداية آخر يوم لهذا الاجتماع وهو اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وخرجنا الحمد لله مبدئيا بتوصيات جيدة لتطوير قطاع رياضة القدرة والتحمل. نحن كعرب يعني الحمد لله ربنا وفقنا انه وجدنا لعبة تمثلنا ونمثلها بصورة جيدة وتصير فروسيتنا العربية وأصالتنا وخيولنا العربية اللي هي يعني تعتبر هي ملكة هذه اللعبة أو هي من تتسيد هذه اللعبة، فأفتكر دي إيجابية برضو بتضاف أو من بشريات الجميل اللي احنا لقيناها هنا في المنامة في البحرين في هذه الجمعية 2018. وأنا بهني الاتحاد البحريني على تنظيم هذه الفعالية وبشكر مملكة البحرين على حسن الاستقبال والاستضافة والتنظيم الجيد للبطولة. خلال الكونغرس تم النظر في الكثير من الملفات الهامة والتي خلصت إليها نتائج الاجتماعات المكثفة التي عقدت في الأيام الثلاثة السابقة، مثل اجتماع المكتب التنفيذي الأعلى واجتماعات مجموعة الاتحاد الدولي التسعة الإقليمية والاجتماع الموسع الذي عقد أمس بين المكتب التنفيذي والاتحادات المشاركة في أعمال الكونغرس الحالي. وهذه السنه هي سنه انتخابيه ديال رئيس الاتحاد الدولي، وتنظن بان هذا تبين بان القدره العربيه في مستوى عالي، وجميع الدول الاجنبيه معترفين بقوه العرب بقوه العمل. هذا وتم التصويت لصالح تزكية رئيس الاتحاد الحالي أنغمار ديفوس لفترة رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات بعد حصوله على إجماع الأغلبية والتوافق الدولي الكبير على شخصيته وكفاءته التي أدت إلى تحقيق نجاحات مختلفة خلال الأعوام الأربعة الماضية. كما تم عرض التقارير الإدارية والمالية للأعوام الأربعة الماضية، اهتمام عالمي غير مسبوق شهدته برامج وخطط الاتحاد الدولي للفروسية من خلال النجاحات المتتالية التي تشهدها البطولة الرسمية على وجه التحديد، واهتمام خاص وحرص من مملكة البحرين على أن تكون عضوا فاعلا في هذا الاتحاد الذي يضم رياضة تجذب العرب منذ آلاف السنين.